سته عشر يوما تبدا من الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى العاشر من ديسمبر من كل عام هي المده التي تستغرقها مبادره اتحدوا لانهاء العنف ضد المراه والتي ترعاها الامم المتحده مصر قطعت في سنواتها الاخيره اشواطا كبيره في مكافحه العنف ضد المراه من خلال حزمه قوانين صارمه وضعت نصب اعينها حمايه المراه من كافه اشكال العنف المجتمعي والاسري العدل والقوه في صوره امراه وبهذا تكون المراه المصريه قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع وتولت قصص بطوله المراه المصريه في جميع المجالات فهي بمثابه قصه كفاح ونضال وتضحيه تستحق منا كل الفخر والاحترام والتقدير ثماني سنوات من العمل الجاد والدؤوب الذي أنجزته الدولة حرصت خلالها على بذل كافة الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها وهي التشريعات التي بدأت بدستور 2014 وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تنتصر حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات للمرأة المصرية وتسعى لحمايتها من كافة الأوه فقد تبنت الق القيادة السياسية منذ اليوم الأول الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وأقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات وتم إطلاق التقرير الخاص بها في عام 2021 وتم اعتماد عده استراتيجيات وطنيه هي الاستراتيجيه الوطنيه للقضاء على الختان والصحه الانجابيه ومكافحه الزواج المبكر ومناهضه الاتجار بالبشر ومناهضه الهجره غير الشرعيه، ولعل من ابرز الجهود القيام باطلاق مسح التكلفه الاقتصاديه للعنف ضد المراه، حيث تعتبر مصر هي الدوله العربيه الاولى في اجراء هذا المسح لمعرفه فداحه الخسائر التي تنتج عن العنف ضد المراه على الاسره والمجتمع. كما اطلقت مصر حزمه الخدمات الاساسيه للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف لتصبح مصر من بين اول عشر دول تم ترشيحها لتجربه حزمه الخدمات الاساسيه لصندوق الامم المتحده للسكان وهيئه الامم المتحده للمراه ولم تهتم الدولة بمكافحة العنف ضد المرأة فحسب، بل اعتبرت أن الإضرار بالطفل جزء من العنف ضد المرأة، فصدر قرار بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار، كما صدرت عدة قرارات مهمة من بينها قرارات مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وقرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وتهدف تلك الوحدة لوجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلاً للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أنواع الرعاية.